الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا حول غيبه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهنا باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين قال إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. هذه الآية في سورة الملك. ولها ظاهر وباطن. أما ظاهرها فهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الأمطار. وهذه الأمطار تارة تجري على وجه الأرض. فتكون الانهار والغدران وتاره تنفذ الى باطن الارض فتكون الابار والعيون اذا الله سبحانه وتعالى قطع الامطار حينئذ تغور المياه واذا غارت المياه في الابار وفي العيون فمن الذي ياتي بماء حلو يستفيد منه الناس هذا تفسير الايه الكريمه وبيان نعمه الله وقدرته سبحانه وتعالى وحث للناس على شكره وأما تأويل الآية وباطنها فالماء المعين هو الإمام، وأيضا علم الإمام، لأنه الماء المعين كما فيه الحياة، كذلك علم الإمام، واتباع الإمام فيه الحياة المعنوية، هذا بالنسبة إلى هذا الحديث الشريف. إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد؟ لأن الإمامة تعيين من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا فيما مضى أن اختيار الإمامة واختيار الإمام كاختيار النبوة وكاختيار النبي بيد الله سبحانه وتعالى حصرا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخياره. إذا واحد من الناس زعم أن اختيار النبي بيده، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اختيار النبي أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، ولم يفوضه إلى غيره، ولم يأذن لغيره في ذلك. فإذا واحد نسب صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى إلى غير الله فقد أشرك. وكذلك من زعم أن اختيار الإمام إليه فقد أشرك بالله شركا خفيا. لماذا؟ لأن اختيار الإمام أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. ومن عظمه ذلك ان الله سبحانه وتعالى امر الرسول بتبليغه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وكان اخبار الرسول بامر الامامه مباشره من دون واسطه جبريل عليه السلام حينما عرج برسول الله صلى الله عليه واله الى السماء الله سبحانه وتعالى خلق الصوت فكلم رسوله وامره بتعيين أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام إماما من بعده يعني حتى في هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لم يوسط جبرائيل مباشرة كان ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعين زين إذا غاب الإمام هل الناس يتمكنون من أن يأتوا بإمام جديد كلا لأن الإمام له مواصفات من جملتها اصطفاء الله سبحانه وتعالى له، وهذا الاصطفاء يلازم علمه، يلازم عصمته، يلازم تحليه بجميع الكمالات البشرية، ويلازم تنزهه عن تنزهه عن جميع النقائص، فمن أين تأتي؟ بانسان يستجمع هذه الصفات. انت تجيب الان اعلم العلماء ، واورع الاورع الورعين. اذا تجيبه هل هو معصوم؟ كلا، ليس بمعصوم. هل الله سبحانه وتعالى اصطفاه؟ كلا. على كل حال فتأويل هذه الآية ان الامام اذا غاب لا تتمكنون من الاتيان بامام اخر، وهذا تحذير لهم. تحذير انه اشكروا نعمة الامام. لكنهم لم يشكروا هذه النعمة، فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم، وغيب الامام عنهم. هسه احنا لازم ندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا. وأن يعجل فرجه سلام الله عليه الحديث الآخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لا بد لصاحب هذه هذا الأمر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين مجموعة من الأمور ترتبط بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أولاً: أنه من القضاء المحتوم أن صاحب هذا الأمر، يعني الذي يقوم بالسيف، ويشكل الدولة الإلهية دولة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، له غيبة هذا الكلام من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فيه بيان أنه هو ليس القائم بالسيف لذيك الفترة اللي كان يعيشها الإمام الصادق عليه السلام كانت فترة مضطربة ملك بني عباس ملك بني أمية كان في زوال وهناك تنافس شديد وصراع شديد على من يخلفهم بنو اميه كانوا يقاومون هم واوليائهم من جهه بنو العباس السفاح ومن بعده المنصور هؤلاء ايضا كانت لهم رايه ولما التحق بهم ابو مسلم الخراساني وغيره مع الاف من الجنود هذه الراية غلبت سائر الرايات وكان لبعض من الحسن عليه السلام مثل محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن وإخوته راية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما استجاب لدعوة من دعاه لكي يرفع راية مع أنه هو الاولى وهو الاحق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه واله لان الظروف لم تكن تساعد بحيث ان الامام اذا كان يريد ان يعمل حسب الضوابط الشرعيه ما كان يتمكن ولذا قال ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي وكانت المهمة الملقاة عليه من قبل الله سبحانه وتعالى هي نشر العلم وحفظ شريعه الرسول صلى الله عليه واله وفي الوقت نفسه كانت هناك رايه لمجموعه من الذين يتبعون الفكر الزيدي زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه كما مر سابقا ثار بإذن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ولم يدع الإمامة لنفسه وإنما دعا إلى الرضا من آل محمد وفي الحديث أنه كان من فقهاء أهل البيت وأنه لو ظفر لوفى لكن من بعد استشهاد زيد رضوان الله تعالى عليه ظهرت مجموعة ادعت له الإمامة وظهر المذهب الزيدي وهؤلاء يعتقدون بان كل علوي فاطمي اذا ظهر بالسيف فهو الامام على كل حال بعض هؤلاء كانوا يتكلمون بالضد من الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لانه كان قد اعتزل عن العمل العسكري او العمل السياسي حسب تعبير هذا اليوم، وكانوا يقولون ان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن هو صاحب هذا الامر، هو الامام القائم. الامام الصادق في هذا الكلام يقول: انا لست القائم بالسيف ولا فلان ولا فلان ولا فلان لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة وهذا من القضاء المحتوم فهؤلاء كلهم ليست لهم غيبة هم ظاهرون بارزون يدعون إلى أنفسهم يجردون السلاح من, يوم من اليوم الأول لم تكن لهم غيبة فلا ينطبق عليهم الوصف الذي قدره الله سبحانه وتعالى هذا أولا زين واحد غائب لكن يتواصل مع الناس مباشرة الإمام يقول ولا بد له في غيبته من عزلة يعني يعتزل عامة الناس وهذا لا ينافي اتصال ببعض الخواص كما سيأتي في تتمة هذا الحديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في زمن الغيبة الصغرى له نواب خاصون كانوا الواسطة بينه وبين الناس، لكن في زمن الغيبة الكبرى ليس له نواب خاصون، وإنما أرجع إلى الفقهاء، والفقهاء يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بعد أن يقضوا عمرهم في الدراسه والتدريس ارجعهم الى الفقهاء الورعين العدول كما في الحديث الشريف واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه منتظ مطيعا لامر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه في زمن الغيبه الكبرى الامام عليه الصلاه والسلام لا يتصل باحد وهذا لا ينافي اتصاله والإذنه ولا ينافي اتصاله وإذنه ببعض الخواص جدا لأن هذا لا يخرجه عن العزلة ولا بد له في غيبته من عزلة المطلب الآخر أين يعيش الإمام المهدي ونعم المنزل طيبة طيبة هي المدينة المنورة هذه المدينة كان اسمها في الجاهلية يثرب، وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الاسم على لسان أحد المنافقين، يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذه آية قرآنية ضمنها بشر في شعره في رثاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وكلمة يثرب معناها ليس المعنى الجميل الجيد، يعني مكان فيه الأمراض والمشاكل وما إلى ذلك، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه واله وهاجر إلى المدينة المنورة، غيّر اسم يثرب إلى طيبة من الطيب، لكن من المرض بدل إلى الطيب. واشتهر على ألسن المسلمين بأن هذه المدينة مدينة رسول الله، مدينة رسول الله، مدينة رسول الله، شوية شوية هذا الاسم صار علم على هذه المدينة، فيقال المدينة يعني مدينة رسول الله، زين، ونعم المنزل طيبة، هذا الحديث يدل على أن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في الغيبة الصغرى أو في كلا الغيبتين. مقامه الأساسي ومسكنه في المدينة المنورة. ولعل هذا خاص بزمن الغيبة الصغرى. ونعم المنزل طيبة. المطلب الآخر الذي يذكره الإمام الصادق. وما بثلاثين من وحشة. الوحشة يعني الخوف من الوحدة. عندما الإنسان وحده واحد ليس له معه أحد يستوحش فإذا جاء أحد يأنس به الأنس خلاف الوحشة زين الإمام المهدي هو غائب وهو معتزل عن الناس لكن معه ثلاثين شخص والذي معه ثلاثون شخص هذا لا يستوحش. زين من هؤلاء الثلاثون؟ من هم؟ يحتمل أهل بيت الإمام. إحنا ما عندنا دليل على أن الإمام تزوج أو لم يتزوج، له أبناء أو ليس له أبناء. ولكن نعلم أن الإمام عليه الصلاة والسلام يطبق سيرة جده رسول الله صلى الله عليه واله، والزواج من سيرة رسول الله، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من ذلك نستنبط ونحتمل ان الامام عليه الصلاه والسلام له زوجه، وله اولاد، فلعل هؤلاء الثلاثين منهم اهل الامام عليه الصلاه والسلام. ويمكن ان يراد بهؤلاء الثلاثين الابدال. كما دلت عليه بعض الروايات، الله سبحانه وتعالى يختار مجموعه من خيره المؤمنين ويرسلهم ليكونوا بخدمه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هسه هؤلاء الابدال من الانس، أو من الجن أو من الملائكة الله عالم وإن كان الأقرب أنهم من الإنس حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين فيأرز العلم كما تأرز الحية من جحرها، واختلفت الشيعه، وسمى بعضهم بعضا كذابين، وتفل بعضهم في وجوه بعض، قلت جعلت فداك، ما عند ذلك من خير؟ فقال لي: الخير كله عند ذلك ثلاثا. في كتاب الوافي بيان ان هذا الحديث يحتمل احتمالين الاحتمال الاول انه يرتبط بالغيبه الصغرى، والاحتمال الثاني انه يرتبط بالغيبه الكبرى، اما ما يرتبط بالغيبه الصغرى فلعل هناك حادثه وقعت بعد وفاه الامام الحسن العسكري عليه الصلاه والسلام بين مكة والمدينة. فحدث حدثت بطشة. البطش يستعمل كناية عن القتال والقتل. بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام مسموما افترقت الشيعة إلى فرق كثيرة. وهذا أمر طبيعي عندما مات موسى عليه السلام افترقت اليهود الى واحد وسبعين فرقه حينما رفع الله عيسى عليه السلام افترقت النصارى الى اثنين وسبعين فرقه وحين رحيل الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وبعده افترق المسلمون الى ثلاث وسبعين فرقه أصحاب المطامع وأصحاب المصالح، هؤلاء يستغلون غياب القادة البارزين فيحدثون انشقاقا، وبذلك تتأسس الفرق، حين وفاة الإمام العسكري مسموما افترقت الشيعة إلى فرق، وقد ذكرنا بعض هذه الفرق فيما مضى. ومن الأسباب الرئيسية لتكون الفرق الجهل، يعني أصحاب المطامع وأصحاب المصالح، والضالون المضلون يستغلون جهل الناس. يعني أنت تشوف في هذا الزمان الفرق الضالة من يتبعها؟ يتبعها صنفان الصنف الأقل أصحاب المصالح. يحصل فلوس يحصل منزلة سياسية اقتصادية اجتماعية عبر اتباعه لهذه الفرقة الضالة. والسواد الاعظم هم الناس الجهلة الذين يجهلون بدينهم فيأتي الضال المضل فيسول لهم. يجي يستدل بالقرآن، يستدل بأحاديث، يطبق هذه الأحاديث على ما يعتقده، يطبق الآيات القرآنية على ما يقوله للناس من باطل، والناس الجهلة يغترون بذلك، فيتبعون المبطل، وهذا كان. في زمن الأنبياء وفي زمن الأئمة يعني السامري صاحب مصلحة كان يريد يتأمر على بني إسرائيل استغل نقطة ضعف فيهم أنه أشربوا في قلوبهم العجل هم دهرهم عاشوا بين عبدة الأصنام فكانوا يحبون أن يكون لهم صنما يعبدوه وقد صرحوا بذلك لموسى عليه السلام اجعل لنا الها كما لهم الهه. استغل هذه نقطة الضعف فصنع لهم عجلا جسدا له خوار بطريقة هندسية جعل الهواء عندما يهب يدخل من مؤخرة هذا العجل ويخرج من فمه بشكل خوار. وايضا القبضة التي قبضها من اثر الرسول ألقاها في هذا العجل فهذه القبضة كانت تتحرك قال خلاص شوفوا هذا الأخوار وده يصير في بطن تحرك فهو الإله هم هم كانوا يحبون ذلك فظلوا عن التوحيد وعبدوا العجل السامري صاحب مصلحة والناس جهلة تركوا التوحيد مع أن موسى عليه السلام غاب عنهم أربعين يوما فقط وهكذا بالنسبة إلى النصارى حينما رفع الله سبحانه وتعالى عيسى واحد إجا نصر النصارى وفي الحديث لعن الله من هود اليهود ونصر النصارى يعني أدخل الخرافات وجعله هو الدين وهكذا بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من بعدهم اختلف الناس لذا الإمام يقول كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله فيأرز العلم كما تأرز الحية في جحرها الأرز الاجتماع والانقباض يعني هذا راح يكون في وقت العلم ما موجود أو قليل جداً العلماء يستعملون التقية صامتون او مشردون بسبب السلطة الغاشمة والجهلة يتبعون اصحاب المصالح الخبثاء وفي ذلك الوقت اختلفت الشيعة اختلافا بالقول وصل الى الاختلاف بالفعل مرة يكذب احدهم الاخر هذا بالقول ومرة أخرى يتفل يتفل بعضهم على بعض هذا بالفعل هذا كناية عن التطور النزاع هسه في أصحاب الأنبياء أصحاب الرسول أحيانا حدث قتال هسه ذولا ما اقتتلوا هذا الاحتمال الأول في هذا الحديث الشريف أنه يشير إلى الغيبة الصوره الاحتمال الاخر انه يشير الى الغيبه الكبرى البطش بين المسدين يعني الخسف الذي يحصل بالنسبه الى جيش السفياني لان الامام المهدي حينما يظهر في مكه السفياني هذا يرسل جيشا للقضاء على الامام فهذا الجيش بين مكه والمدينه يحدث به خسف وذلك الوقت الوقت الذي الجهل منتشر بين الناس واختلفت الشيعة وسمى بعضهم بعضا كذابين يعني اختلاف مرة ضمن الضوابط زين هذا إلى رأي وأنا إلى رأي هذا له اجتهاده وأنا لي اجتهادي أحيانا هكذا أحيانا لا يصل إلى حد التكذيب هذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا وتفل بعضهم في وجوه بعض، معنى ذلك ان النزاع من القول يصل الى حد الفعل، والتفل هذه كناية ليس فقط مجرد التفل، معنى ذلك انه يصل الى عراك بينهم. فهنا الراوي وهو ابان ابن تغلب يقول: جعلت فداك، ما عند ذلك من خير، ذاك الزمان ما بزمان، مو زمان خير. هكذا يكون الوضع الشيعة مختلفون يكذب بعضهم بعضا ويتفل بعضهم في وجه بعض الإمام قال الخير كله عند ذلك لماذا؟ لأنه الإنسان المؤمن الذي يحفظ دينه في زمان الفتنة هذا درجته ومنزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى الله يمتحن الناس وهذا نوع امتحان. والله سبحانه وتعالى حينما يمتحن امتحانه خير للمؤمن لانه ينجح في الامتحان فيزداد درجة. هذا إذا كان المراد بهذا الحديث الغيبة الصغرى. وإذا كان المراد الغيبة الكبرى معنى ذلك أنه حينما يحدث هذا الأمر توقع ظهور الإمام المهدي. عند ذاك يكون الظهور وفي الظهور الخير الكثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.